السنة دي في سموحة منقسمة لجزئين، جزء ما قبل كورونا وجزء ما بعد كورونا، جزء مع كابتن حمادة صدقي وجزء مع كابتن أحمد سامي. شوف البداية ازاي، الفترة بتاعت كورونا ازاي، بعديها العودة مع كابتن أحمد سامي. لا هو طبعا يعني عايز اقول لك ان انا ممتن جدا للكابتن حماده، يعني انا كنت قاعد بقالي شهرين ثلاثه وكلمني ورجعت للملعب. يعني كابتن حماده شهرين ثلاثه دول بالنسبه لك طبعا كانوا 40 الف لمباجو، سنه. جالي لمباجو في ظهري. 40 الف سنه انت بالنسبه لك مش انت عارف الواحد لما بيبقى بيحب حاجه محبش يبعد عنها. يعني كابتن حماده بدات بشكل جيد جدا وطبعا مدرب كبير، وحصل طبعا ده اي مدرب في الدنيا في اي مكان في العالم في اي دوري في العالم لما النتائج بتبقى مش يعني مش احسن حاجه، مش احسن حاجه بيحصل بقى انه التوفيق دايما المدرب، يعني ممكن يبقى مدرب كبير بس التوفيق لا 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 ما يحضرش. طبعا يعني ما طموحات النادي على عايزين نتائج، وده ما يقللش ابدا من مكانه وقيمه الكابتن حماده. حقيقي اشتغلت معاه، فخور جدا ان انا بشتغل معاه، واتمنى له ان شاء الله في الفتره اللي جايه ان هو يستحق فعلا مكانه كويسه في مكان كويس ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. فتره كورونا دي انت رصدتها ازاي من وجهه نظرك كابتن؟ كان عندك امال الدوري يرجع؟ احنا بنتكلم النهارده والدوري خلصان. كان عندي امنيات يعني ان الحياه لا تتوقف، يعني ان الدنيا تبقى انت كنت قلقان انا عارف الفتره دي. جدا جدا جدا، وكنت طبعا طبعا استغلناها بقى في شويه ضحك وشويه لعب مع امينه والتمرين وحاجات كده، لكن كل ده طبعا في الكليتش. في الكليتش عايز دماغك في حته تانية. النجيله انا دايما اقول انا احس ان انا كهل، واول ما انزل الملعب ابقى حد تاني. فهو ده ريحه النجيله وريحه يعني الاتموسفير بتاع الملعب واللعيبه والمساعدين والعمال، هو ده الحياه بالنسبه لي. صحيح. طيب رجعنا بقى وجه كابتن احمد سامي، الفترة دي شفتها ازاي؟ انا كنت بتكلم مع كابتن سامي وتسع ماتشات ما اتغلبش فيهم سموحة ولا مباراة بخلاف طبعا مباراة الكاس. عايز اقول ان يعني كابتن سامي مدرب كبير بالفعل. يعني مش بالكلام، يعني من عمق تجاربك. انا اشتغلت مع مدربين كبار جدا، يعني اسامي كبيرة قوي قوي. انا شايفه في الحته دي ان شاء الله، يعني والله أنا شايفه في الحته دي والله ان هو يعني انا بقعد في المحاضره ببقى مركز جدا. تفاصيل التفاصيل وعينه في كل حاجه وراسه كل حاجه. يعني الجزء النفسي في المحاضره بيبقى عالي قوي قوي قوي، وهو بيعرف امتى يعلي رتمه ويهدي. لا مدرب كبير، يعني مدرب عنده يعني يمتلك ادواته بشكل رائع حقيقه. يعني متخيل بقى ان انا لما اجي اقول له عايز اقول لك كلمه كده كابتن احمد عايز اقول لك حاجه، هو بيقول لي انت ابويا برضه زي ما بنكبرك احنا شويه معلش.